مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الثلاثاء 28 من هذا الشهر سوف تجرى الندوة الصحفية بين المقاتل المغربي بدر هاري والهولندي أليستر أوفريم، حيث سيتواجهان فيما بينهما لأول مرة منذ سنوات طويلة في نزال ضخم ضمن منظمة الجلوري للكيك بوكسينج في نسختها 81. ويذكر أن المقاتلين متعادلين في نزالتهما التي سبق والتقيا فيما بينهما سابقا. فالهولندي أليستر أوفريم سبق وفاز على بدر هاري سنة 2008 بالضربة القاضية، لكن بعد عام تقريبا في سنة 2009 بدر هاري يعود من جديد وينتقم من الوحش الهولندي بالفوز عليه بالضربة القاضية كذلك. إذن فالنتيجة بين المقاتلين متعادلة، فنحن ننتظر النزال الثالث الذي سيقام يوم 8 أكتوبر القادم إن شاء الله، وذلك لنعرف من هو المقاتل الذي سيتمكن من الفوز على الآخر. فأغلب الجماهير تتوقع أن نهاية هذا النزال سوف ينتهي بالضربة القاضية. إذن فالندوة الصحفية التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل ستكون ندوة نارية بين المقاتلين. ومن أجل معرفة ما سيحدث في الندوة الصحفية يوم الثلاثاء المقبل، فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد وفرجة ممتعة.